بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي كتاب قلوب عامرة. ما زلنا في تصحيح سورة الإنسان، بنذكر حضراتكم برواية التي نقرأ بها، وهي رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل. هنبتدي نصحح الآيات اللي عليها الدور، وإحنا خلاص يعني على وشك الانتهاء من تصحيح سورة الإنسان. يلا بينا يا شباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا 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 يلا يا لانا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون يحبون العاجلة ويذرون العاجلة هم اللي بيحبوا العاجلة ويذرون وراءهم ويذرون وراءهم ويذرون وراءهم وراءهم يوما ثقيلا يوما ثقيلا بصيلي يوما ثقيلا يوما ثقيلا يلا يا مريم. نحن خلقناهم اللام بتاعتك يا مريم النهاردة صعيبة. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم يعني القلقلة شوي وشددنا أسرهم مش أسرهم أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. أنت جميلة ما شاء الله عليك يا شيخ أنس، كيفك؟ يلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا يوما مش يوما يوما ثاء، أصل حرف الثاء المفتوح ثاء مش طاء، فصوت الغنة بتاعت الإخفاء هنا
هتبقى ايه؟ نعمه برضو زي الحرف اللي انا هخفي بسببه، فيبقى يوما ثقيله ولا يوما ثقيله؟ يوما ثقيله. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا. الله يفتح عليك. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين.